الذي يحتاج للعناية والاهتمام والأخذ بيد سكينته. أيها الأخوة الكريم، اعتبار القوم يمكن أن تلعبه جمعيات على مستوى إسهام إيجابي في تحسين شروط التربية والتكوين ومحاربة ظاهرة قتل الدراسي. عمل المجلس الجماعي للأكيما على بلورة مشروع اتفاقية شراكة لتسيير حافلات الحرب الدراسية والجامعية بين المجلس الجماعي للأكيما والجمعيات قصد تحقيق استغلال إنساني لحافلات الحرب الدراسية لفائدة جميع تلاميذ الجماعة دون تمييز أو إقصاء، مع الحرص على الانضباط والاستمرار في العمل تماشيا مع استعمالات الزمن للتلاميذ. وكذلك أنجزنا هذه الاتفاقيات قصد تشجيع التدرس في تراب الجامعة بصفة عامة مع التركيز على الفئات المحتاجة وتدرس الفتاة القروية ومحاربة الهدر الدراسي للجماعة والتلاميذ من مقر سكنهم إلى مؤسسة المخزية ومن المؤسسة إلى مقر سكنهم. أيها الحضور الكريم، إذا كنا قد وفرنا الهدر الدراسي بفضل الجهود التي بذلناها سواء على صعيد الجهة جبنا جوج ديال الحافلة الجديدتين أو على صعيد المجلس الإقليمي اللي كان أعطانا جوج ديال الحافلة القديمة وأعطانا حافلتين جديدتين، فإن الخصائص الذي تعاني منه الجماعة سوف يحفزنا ويجعلنا نبذل المزيد من الجهود لتحقيق المزيد في مجال التعليم والتربية. وفي هذا الإطار الجماعة سوف تستفيد في القريب العاجل من مشروع المدرسة الجماعتية، وهو مشروع الطموح وكذلك مركز تكوين مهني. هذا فضلا على بناء مشروع دار قريبة ومشروعين المرأة بدوار سمور ودوار حضارة وإحداث معهد الفندقة للسياحة بجماعة أكمل. أيها الأخوة الكريم، إذا كانت الجماعة تطمح إلى تعمير الكهرباء ومشروع الماء الصالح للشرب الذي سوف يرى النور إن شاء الله في سنة 2017، فإننا نطمح حاليا والأعمال جادين في إطار بناء شراكات سواء مع المجلس الإقليمي للنور أو مع مجلس جهة الشرق لبناء وتثبيت مجموعة من الطرق داخل طرق الجماعة. أيها الحضور الكريم، لا يسعنا في الأخير إلا أن أشكر جميع الحاضرين وأؤكد للجميع أننا أخذنا على عاتقنا الالتزام المعنوي لتنمية هذه الجماعة العزيزة علينا جميعا، ولهذا فما حققناه هو جزء بسيط مما نطمح إليه، فنحن نطمح إلى جعل جماعتنا نموذج للتنمية المحلية ونموذج إقليمي للتواصل المثمر للناس. وفي الأخير ومن هذا المنبر نوجه الشكر الجزيل لكل شريك ساهم في تنمية هذه الجماعة، ونخص بالذكر رئيس المجلس الإقليمي قصي سعيد الرحموري الذي يبذل كل ما في وسعه لتنمية هذا الإقليم العزيز الذي تنتمي إليه جماعتنا. وشكرنا كذلك الوصول كذلك الى السيد رئيس الجهه السيد عبد الهادي البيوي الذي من فضله استفادت جماعتنا من رساله النوويه الكفيله بان تجعل الجماعه قاطره التنميه في الدين الاقليم. وبالاخير اقدم الشكر الجزيل الى كل من ابى ان يحضر هذا اللقاء التواصلي داخلا، واخص بالذكر استاذ الحضور فعالية المجتمع المدني ممثلي وسائل الاعلام رؤساء الجمعيات، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. النقل الدراسي هو من اختصاص المجلس الاقليمي، باش غادي تكون عندكم مساعده ساعدكم المجلس الاقليمي، ونحن كذلك في الجامعه ديالنا ان شاء الله غادي ندير واحد البند اللي غادي نديرو فيه نختاروا الميزانيه قريب عاجل ان شاء الله، ندير لكم واحد النصيب غادي يبقى يمشي الحساب ديالكم. وشكرا لكم. كاين شي واحد اللي غادي يدخل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضه على كل مسلم. اخواني الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لي الشرف العظيم ان اتواجد بينكم في هذا اليوم الاغر
وإنني لا أقف عاجزا للتعبير لكم عن مدى سعادتي وفرحتي العارمة، كما أغتنمها فرصة لتقديم شكري وامتناني لكم أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء جمعيتنا وساكنة الدوار والأرض الرابعة وخاصة الآباء وأولياء وغرف الميدان والتلاميذ المستفيدين من هذه المبادرة الميمونة، كما أقدم شكري الجزيل نيابة عن المجتمع المدني بالأكمل. وبالمناسبة نشكر السادة ولي رئيس الجهة الشرقية ورئيس الجهة الشرقية وكذلك السيد عامر صاحب جلالة على إقليم الناظور والسيد رئيس المجلس الإقليمي للناظور والسيد قائد قيادة الكدانة والسادة أعضاء ورئيس مجلس الجامعة لأركمان وإلى ممثلي المجتمع المدني بأركمان. ولا يفوتني أن أشكر صادقا عضو مجلس الجهة السيد راضي غازي الذي أبان بعمله المتواصل عن حبه لهذا الوطن ولمنطقته بدفاع المسلمين من أجل تحقيق تنمية محلية مستدامة. أيها الإخوة الأعزاء، أيها الحضور المدرسون والأسر المتفقيرة، ستنتهي لا محالة بسبب هذه المبادرة الطيبة والالتفاتة الحقيقية إلى أبناء هذه المنطقة القروية، وإنني على يقين تام بأن تأثيرها سيكون إيجابا على التعليم بالمنطقة. إن التنمية الشاملة بمختلف أبعادها مسألة ليست من هينة في ظل الكثير من الصعوبات والاختلالات التي نتجت عن سوء التدبير الذي عانت العديد من المناطق والجهات، مما يلزم معه بذل الجهود ومضاعفتها من قبل الجميع الفاعلين المتدخلين والمعنيين بمسألة التنمية من دولة وجماعات ترابية ومجتمع مدني دون شك في دعم ولوج التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية، وسيساهم أيضا في القضاء على ظاهرة هذا المدرسي بكل أنواعه، حيث تعتبر هذه الظاهرة من أكبر المعيقات التي تعرقل تطور العملية التعليمية بجميع مراحلها وخاصة بالعالم القروي. وبالتالي سيساهم النقد الدراسي في تفريغ نتائج هذه الظاهرة القادمة. بفضل جهودكم وتعاونكم ستفتح صفحة مشرقة ومشرفة في مجال التربية والتعليم، وستنعكس إيجابا على الجميع بدون استثناء. وستكتب هذه البادرة الطيبة وهذا العمل النبيل في ميزان حسناتكم، وسيسجلها التاريخ بمداد من الفضل والعزة. ومن جانبي أيضا سنكون أشد حرصا للمحافظة على هذا الكرس الثمين، وسنعمل على استمراريته لتقديم خدماته إلى الشريحة المستهدفة. وفقنا الله جميعا لما فيه خير هذا البلد الأمين ولما فيه خير المواطنين تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك المظفر محمد السادس، عز الله أمره. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.
سنرد الزرق. سحب المخزن. اعتبارنا كنا شريكين مع جماعة أكمان في تسيير حافلتين الفرنسية التي أسهمتا جليا في القضاء على نسبة الهدر المدرسي أو التقليص منها من حدتها، وإن شاء الله خلال هذه الحافلة التي ستسيرها الجماعة نستطيع أن نقول أنه بمنطقة الهدارة نستطيع أنه القضاء نهائيا على ظاهرة الهدر المدرسي، وهذا حافز كبير ومن أجل لباقي الدوام. فقط نريد أن نقدم هذه الشهادة التقديرية للسيد رئيس مجلس جهة الشرق والتي سينوب عنها عن تسليمها السيد الرضي غازي مفتي الجهة. صدفة، وإنما دي مجهودات جبارة نوذان خدم الصالح العام تراب الجماعة. ثاني تانير أشهد بالذكر السيد رئيس الجماعة دور الفعال داخل المجلس الإقليمي بين اثنين حفلات نقل المدرسة، الحمد لله تشتغل لحد الآن غير معطيات جد مشجعة، غير نسبة الهدر المدرسين حاربة نسبة تمقرات، وأيضا اثنين حفلات منيق وسنتيت الجهة السيد الراضي الغازي الحمد لله انت يجعل فعال نفتخر به لين مجلس الجهه. ثاني ثاني شنو تفوتش الفرصه هما نقدم اجن شهاده تقديريه امتنانا لمجهودات التقنيه ثاني ثاني يبدا نخدم الصالح العام نمشي ثاني ثاني نتمتلنا ثاني ثاني واخو شهود بالذكر السيد رئيس الجماعه اكمان سي برج كيف مجهودات التقنيه المجلس الاقليمي، لذا شنو نقدم شهاده تقديريه عرفانا مجهودات من داخل
من داخل المجلس الإقليمي وانتشار مشهودة قرانين إكيتيتش ساعد الرحموني يفوس إكيتيتش تصي شبذاني خاص نسل بأنه غار نغيش الاهتمام ضم قران المجلس الإقليمي إقالي تأكمل كيف تقول انتشار نتمنى ان شاء الله المزيد قد بزاف ان شاء الله زيد صغار يمال عندنا الاكثار اذا صغير الجمعيات غادي يزيد قادة الشغل مع الجماعة المجلس الاقليمي الجهة خاصنا الامكانيات تتغير ان شاء الله اكثر وهذا هو شان حوايج النظام وشكرا. قبل ما نمشي نستعرض من حفلة شاي غادي نطلب واحد الصورة قرآنية ان شاء الله يقول الله تعالى في كتاب القرآن الكريم العزيز واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي عبد المجيد الفقير نائب رئيس جمعية التضامن ديال الهدارة نهارو نزلتي نحضر كيش الحفلة كيش الحفل المغرب توزيع الحفلة النقل المدرسي جمعية التضامن ديال الهدارة وغنغجو الاتفاقية قبل جامعة أركمان تعلق سقسية ديال الحفلة تغطم زيادة النقل المدرسي خصو نهارو تجل الوزيرة تصبح أنت تصنف الحسيس بزاف دين اثنين الحفلة المجلس الإقليمي اثنين مجلس جهة الشرق نهارو نزمر أنني بأنه محضارا أريد قنبوت عانا نفتاس وغنغج المشكل يعني الحفلة تيم زيانين العدد محضارا بزاف نهارو نعمل سيدي غنغج الحفلة كسي شن 70 30 مستفيد كسي بخطرة نزمر نهارو أنساهم مرة جماعة جمعية المجلس الإقليمي جهة الشرق نهارو مرة نمون باش انا نخفف الظاهره يزين تعانا يزين تعانا جامعه اكمان مره لهذا المدرسه نهار ان شاء الله نتمنى التوفيق ونتمنى ان شاء الله المزيد من المشاريع في جامعه اكمان والسلام عليكم ورحمه الله. نشكرك دارت اعراج جمعيه الوفاق دوار الزاويه استفدت حجار مره ودوا الفئه المخيره في العزله والحمد لله الجمعيه قعدت مليح خدمت كلشي بخير ونشكر السيد العامر مصطفى العطار ورئيس جماعه اركمان والسيد الله وانت كلشي مليح ان شاء الله ونتمنى غير المزيد ونشكرك شكرا شكرا بارك الله صح شكون كاودا سي علاش؟ كاين نشكر الاخوان مالنا غي داعمين مسائل المجلس الاقليمي نشكر الجهه نشكر الاخوان اللي داعمين مالا نشكر شكرا المبادره بزاف خفغان غير ماشي حضاره تبدا خفغان ورتقيات في نهار ونزار وتيك مادي غادي هوان مادي غادي عند تفقد غير سته غير 20 مادي غادي عران ثلاث مرات هذه الحاجه اللي كاينين حتى غادي يودوا حق من الغرض بزاف ايوا المهم نقدم داسي الصباح بزاف خو المواصلات موجود فهمني وريقيم حد يتغيب وريقيم حد فهم وشا خصو الحمد لله كلشي الحمد لله خو المواصلات موجود الترانسبورت موجود الحمد لله ما يديش غيري فهمت شكرا لا شكرا على واجب.